ديال الفخر والاعتزاز بشهداء الوحدة الترابية، شهداء الوطن، الشهداء ديال العسكريين اللي قدموا الغالي والنفيس والأرواح ديالهم من أجل هذا الوطن. نبدأ بوقوفا قراءة الفاتحة على أرواح كل الشهداء. طالب مغربي المواطن حقوق انسان تنظيم هذه الندوه الترافعيه حول واحد الفئه اللي قدمت الغالي والنفيس لهذه البلاد، قدمت الارواح ديالها، قدمت الجهد ديالها، قدمت كل ما يمكن ان تقدمه من وقتها وجهدها للدفاع على حوزة الوطن على ربوعه، وذلك بشهادة جلالة الملك اللي في جل الخطاب ديالو يشيد بأداء القوات العسكرية في هذه البلاد. وبالتالي احنا نتفاجأ مجموعة من الأحكام على الصعيد الوطني في العديد من المدن، خريب، قاسلة، الراشيدية، ورزازات وغيرها من المدن، حيث هاد الناس تم رفع دعاوي قضائية عليهم من أجل الإفراغ ديالهم ورمي بهم إلى الشارع. هاد الناس الآن مهددين، هاد قدماء العسكريين والمخزنيين مهددين بإفراغ. نطالب احنا بتحكيم صوت العقل، سنوجه مجموعة من الملتمسات ومن الرسائل للمطالبة بإسقاط هذه المتابعات، بفتح حوار معهم. الناس مؤطرين، عندهم تنسيقية، عندهم العديد من الجمعيات اللي كتمثلهم وكتأطرهم، وأن يبقى ما هو عسكري داخل المؤسسة العسكرية من أجل إسقاط هذه المتابعات، تمكينهم من تمليك السكن لفائدتهم ولفائدة الأبناء ديالهم والأرامل، وقف هذا الانتهاك اللي حتى المواثيق الدولية اللي صادق عليها المغرب، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعديد من القراءات ديالو فيما يطلق عليها تعليقات، تؤكد أن لا يجب تنفيذ الحكم ديال الإفراغ أو ما يسمى بالإخلاء القسري دون إيجاد حلول بديلة. هاد الناس دابا مصيرهم الشارع بعدما كان مصيرهم الحوزة ديال التراب الوطني والدفاع له. هذا عار وهذه مهزلة، وحرام أنه يكون في هاد البلاد المصير ديال هاد الناس بعد واحد السن اللي فناه في الدفاع له، والمحاكم والردهات ديال المحاكم والاحتجاجات والقوة العمومية جاية باغا تريب ليه وتلوح ليه حوايجه. هذا عيب وعار، ونرفضه وندينه ونطالب بالتراجع عليه وتحكيم صوت العقل. البرنامج نفذ 2007 الى يوم هذا، ونفذته الوكاله ومساكن الجهه العسكريه مع الشركات المتعلقه بذلك. وبكل اسف تنشوفوا ان الطرد تيجي من رئيس الحكومه من اداره الدفاع الوطني اللي تترسل الطرد للمحاكم المغربيه. العام حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، حنا دائما وطنيين حتى النخاع، نحب الوطن ونحب الملك، لكن حقنا ما غنفرطوش فيه وما غاديش نفرطوا فيه وما غنتنازلوش عليه كيفما كان الامر. وبغينا تطبيق المذكرات الملكيه، مذكره حتى يتمكن جميع قدماء المحاربين وقاطن السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني بالاستفادة من هذا التفويت السكن من أرامل الشهداء والأرامل وطريح الفراش وجل الفئة المستضعفة، ولكم مني كل التقدير والاحترام. من يعني قدموا حياتهم وشبابهم وأفنوا يعني كل اللحظات التي كان بإمكانهم أن يستفيدوا منها، أفنوها يعني في الحدود التي دافعوا من خلالها عن الوحدة الترابية للمملكة.